فريق اريانا مادامو يمتلك لاعب كيما سامي النوالي اللي قادر انه يقول انه ما يسجلش كان من خارج السونتر زوز اهداف ويأكد ماروخ اللي هو بضربة جزاء ثم بكيفية أخرى يسجل هدف بالاريتي يقول اللي هو فريق ريانا يمتلك لاعب كبير اللي في الحق نقول له برافو ولضروري أن نعطيه حقه لاعب ينجم يلعب في النخبة الأولى وضروري أن نركزوا عليه لما لا في الشان ولا في كذا وهذا يأكده هو بالمهارات متاعه وبالأهداف الحاسمة اللي سجل أهداف حاسمة وحلوة حاسمة ومهارية ماهر الحداد ماهر الحداد امامه سامي النوالي يخسر الكره الاخيره ماهر الحداد النوالي في التنفيذ وحارس الأولمبي يتألق المباراة تنطلق بكرة مرتدة من دفاع الاتحاد توصل لسامي النوالي كرة قوية كانت تقريبا لمرمى أروان رفضي
ربع ساعة لعب، الإنجاز الفردي من الظهير الأيمن لجمعية ريانا سامي النوالي اللي بتسديدة قوية يحط الكرة في سقف المرمى ويسجل هدف ممتاز. شفنا معناها هدف من طراز كبير من اللاعب نوالي اللي قاعد يقدم في مستوى كبير. هذا سامي النوالي هيثم الطالبي استغل غلطة في وسط دفاع سامي النوالي كالعادة وراء كل الكرات اللي ثابتة لجمعية ريانا وكان قريب برشا من الهدف الثاني. سامي النوالي يتقدم ويعدل النتيجة 2-2. مع رجل جديد في المباراة المخالفة لجمعية أريانا، سامي النوالي في التنفيذ يسجل هدف العادة ويرجع فريقه في المباراة 3-2 ويمضي بالمناسبة على رابع أهدافه إلى حدود هالجولة. الحمد لله ربي اليوم واحد ربي وفقه ماركيت زوز بونتو ضربة جزاء ومخالفة. يلعب بسرعة إلى سامي النوال، سامي النوال يقرب له السيف الدين الجربي، لا مع العويشاوي، 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 لنا نبيل حامد خطيرة تسديد. خلو الدفاع يحاسب، يحاول يعكس الهجوم، علي معلول من الجهة اليسرى على الانطلاق، وباهي التغطية من سامي النوالي. الدفاعي الضغط من الصفاقس البحث عن التسديد يسدد ولا تدخل من سامي النوالي. العرس في العمليه الاخيره يحاول مجيد سامي النوالي، سامي النوالي البحث عن سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي الى غازي شلوف، غازي شلوف بدل مع اللاعب فرجاني سيسي، ضغط من اسكندر بشيخ يضيع الكره والتماس والمخالفه، المخالفه لصالح قرنبالي هذايا، تدخل كان من فرجاني سيسي اللي تباطا في تمرير الكره وبالتالي يرتكب الهفوه لاعب النادي الاهلي الصفاقس. هاي الاعاده تدخل كان مع سامي النوالي الظهير الايمن في تشكيله المدرب روبرتينو، قدم شوط اول محترم سامي النوالي. دقيقة 37 سامي النوالي يتمكن من إمضاء على هدف رائع من تسديدة من بعد 40 متر.